صبحك الله بالنور ويعطيكم العافية. أصبح على إخواني اللي معاك في الاستديو، صبحك الله بالنور على وعلى أخوي الصغير، أخوي أحمد موسى حبيبي. صغير طبعا بالسن بس مقامه كبير أخوي حبيبي أحمد. الله يحفظك أخوي العود تاج راسي، الله يحفظك. الله يخليك. أنا بقول حق أخوي أحمد، يعني أنتم كلجنة فنية أنا اللي أعرفه أن أنتم يعني مسؤولين عن المحترفين، فأنت قلت حتى احنا مسؤولين عن الجهاز الإداري في النادي العربي. نعم كمل ارد عليك بعدين. يعني ممكن توضح لي يعني أنتم الحين معنيين على تعيين جهاز الإداري حق الكرة بالنادي العربي؟ طيب تبي يرد عليك ولا تبي يعني تبي ابي يرد لان انا نعم تقصر على التلفزيون يا اخوي خالد. احمد قال والله ما ضمنت لا تقصر على التلفزيون لان في صدى. انا اسف. فانا قاعد اقول انا استلمت الفريق صار لي شهرين ونص استلمت الفريق. قعد معي اخوي وسام طبعا من ترشيح اخوي اسماعيل حبيب وسام حسين رشحوني حق التلفزيون، فقلت لهم انا حق النادي العربي انا حاضر. وقعد معي اسامه قال لي انت نائب رئيس جهاز الكره وماكو احد فوقك. نعم. قلت له انا حاضر استلم بس ابي اكون عندك تساعدني انت كوسام في استشارات لانك انت اقدم مني في اداره الكره وهذا استشيرك يعني. نعم بس انا ودي اعرف يعني لا بس للتوضيح ترى يمكن كابتن احمد موجود هو بيوضح لك، بس كابتن احمد طرقنا حق خبر حطوه الاخوان في جريده الجريده انه هو سيستلم اداره الكره، ما ادري قريت الخبر او لا كابتن خالد. نعم هو نفى هذا الخبر. كابتن احمد نعم هو نفى هذا الخبر وقال احنا يعني يقصد كمجلس اداره النادي العربي وكعرباويه ان تشكيل مجلس او تشكيل جهاز اداري في الفتره القادمه هذا اللي يقصده ابو عائشه، ما يقصد انه هم يعني يقصد انه هم اللي بيشكلون الجهاز الاداري. مجلس اداره شكل حبيبي كابتن خالد. تفضل ابو ناصر حبيبي. طبعا اول شيء شوف انا كلامي واضح، يعني انا مو القصد ان التشكيل انه لازم نجيب ناس جديد، قد يكون انت موجود السنه الجايه. لا بس هو في عنده ملاحظه، انتم مسؤولين عن تشكيل جهاز اداري؟ كلجنه؟ اي مع الاداره هي طبعا كلجنه مع الاداره هي برئاسه احنا اليوم انت خالد انت تدري انت لانه هو كلام يقول انتم بس مسؤول عن المحترفين. لا احنا مسؤولين عن المحترفين وعن الجهاز الفني وعن الجهاز الاداري برئاسه اخوي اسامه. وطبعا بالنهايه هم توضيح للساده لكل الساده المشاهدين، اليوم احنا كل اللي احنا قاعد نسويه هو بالنهايه توصيه، القرار الاول والاخير بيد مجلس الاداره مو بيدنا احنا. احنا ما بيدنا قرار احنا نشيل فلان ونحط فلان، احنا اليوم مجلس اداره. وانت قعدت معنا في الاجتماع وشفت يعني عرفت انت اعتقد كنت معنا ابو ناصر بالاجتماع وشايف راح نعطي توصياتنا حق مجلس الاداره وهم عاد بناء عليه هم ياخذون فيها وهم عندهم رؤيه ثانيه بيشكلونهم بتشكيل ثاني. ذيك ساعه هذا قرار عند مجلس الاداره مو بيدنا احنا، لكن احنا بيدنا مثل ما تفضلت محترفين جهاز كره وايضا لاعبين محليين ايضا. نعم. طبعا زائد الجهاز الفني عرفت، وقد يكون انت يعني بمشاركتهم كانوا وياكم الاجتماع على قولتك. طبعا كانوا ويانا واحنا طبعا اليوم حتى احنا قرارنا في الموسم الجاي راح يكون بناء على اهم توصيات من الكابتن خالد علي ناصر. نعم. لانه هو في صلب الموضوع حاليا. نعم. وهو يعني وانت اعتقد كنت ويانا واعطيت توصياتك وشاركت معنا بالاجتماع وكان طبعا كلامك كان جدا مفيد لنا ومثري حتى لنا احنا كجهاز كره ان احنا خذينا كثير من النقاط اللي انت ذكرتها. فبالتالي اليوم هي العمل هو مشترك بيننا كلنا كابتن خالد، مو بس كجهاز كره مو بس احمد موسى ولا اسامه حسين، هو انت واحنا وعزيز عاشور كرئيس نادي والاخوان في مجلس اداره، احنا اليوم كلنا بنشتغل لبناء هذا النادي. وايضا حتى عشان الجمهور يدري احنا اليوم جايين في مرحله بناء قاعد نبني وقاعد نصلح اخطاء يمكن 15 20 سنه سابقه، وانت شايف الوضع عايش بالوضع وشايفه وانت اكثر الناس علم باللي قاعد يصير حاليا في الفريق تحديدا، صح ولا لا؟ كلامك صحيح. انا اكثر واحد يعني شفت يعني خلال الشهرين النص انا عرفت يعني كل شيء بالنادي العربي. الله يعطيك العافيه. انا خليني اكون صريح جدا، انا انسان صريح جدا ما الف وجود. كلمني اسامه قبل فتره قال لي يا خالد احنا بنحط واحد عليك وانت تستلم لاعب رئيس.
فقلت له اولا الكلام هذا مضبوط، انا ما اذا واحد من مجلس اداره ما عندي مانع، لكن تجيب لي واحد من برا يستلم عليك يا رئيس انا ما ارضى. فاعطاني اسم الاخوان من الربع، فقلت له مع احترامي الشخصي له وهو اخو عزيز، بس انا كسني وك يعني تاريخي انا عليه والسجل التاريخي والبطولات اللي حققتها انا ما اقبل ان واحد اصغر مني انه يصير علي يعني. قلت لهم، لكن قلت لهم اذا تبون تحطون واحد من الاداره انا حاضر. وانا صار لي شهرين ونص زين يعني ما زين ابو ناصر حبيبي بعد عمره سوري للاسف على المقاطعه، زين اذا حطوا واحد من الاداره وفي وايد ممكن اصغر منك بمراحل بالسن زين ما هم نفس الشيء يعني انت الحين المبدا شنو المبدا اكبر منك بالسن يعني في بعض الاخوان في مجلس اداره اصغر منك يمكن بعمر عيالك ترضى انه يصيرون عليك هم وهذا اصغر لا منك؟ لا مجلس اداره انا قلت لهم يصير علي اذا بيصير علي عبد العزيز عاشور رئيس مجلس اداره. لا انت تقول تو تقول اعضاء مجلس اداره، حدد الحين خلينا نعرف كرئيس مجلس اداره ولا كاعضاء مجلس اداره عشان نعرف. لا لا انا 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 قلت اسامي، قلت عزيز عبد ابو سعود عبد العزيز عاشور او اسماعيل حبيب او وسام حسين، هذول اعضاء مجلس اداره ما عندي مشكله، لكن بحد المره صراحه انا ما راح اقبل بال طيب خالد ترى كلامك واضح وطيب وانا معاك اشد على ازرك، انت اسم كبير صراحه في تاريخ العربي وانا معاك وبقوه، بس ترى توضيح ابو عائشه ما قال عن عزيز، هو اللي طرح يعني السؤال موضوع الجريده ونفاه احمد، لا تعتقد وانا الله يشهد ترى مالي شغل بالموضوع، ترى ما كان فيه اي تقليل، ادري ان مداخلتك يمكن احد وصل لك معلومه بالغلط او نقول فهمت شيء غلط، لكن الله يشهد ما حتى تحت الهواء كلمه حق، ما يسولف عنكم الا بكل خير وما ودعم لكم انت واخوانك اللي في الجهاز الاداري من احمد موسى وربعه، هذه كلمه حق، شوف مالي شغل بالعربي لكن كلمه حق. طبعا انا ادومه موجود يعني وكلام هذا يكفي اليوم من الكابتن خالد عيناصر والكابتن خالد جاسم صراحه، وهذه شجاعه منهم مسكوا الفريق في مرحله جدا حرجه يعني كثر الله خيرهم صراحه ما قصروا ما في اصعب من هالوقت. تبغى تضيف شيء يا ابو علي؟ لا بس اقول مشكور. انا مشكور مشكورين مشكور مشكور حق اخوي احمد بوس مشكور.